الفاطميين أكلتهم المجاعة. فتنة الدرجات دي الناس جعانة. الناس غلابة خدوا على الجوع، بس لو داق بيهم الحال بياكلوا أي حاجة. ومن وسط الفقر والمرض والجوع ابتدى الصباح دعوته لكل نجم في السماء معنا والكل رؤية صالحة تفسير. دعوة لمجهول، واسأل الغريب يجاوب من أجل مجهول. دعوة ولاء لإمام غايب من أجل غاية محدش يعرفها. تقعد علشان على مذهبنا ماشي، رؤية مولانا الإمام لا. وسعى الصباح لمقابلة الخليفة المستنصر بالله الفاطمي من أجل البيعة. حسن كان قدامه عقبة كبيرة في دعوته، وهو الوزير القوي بدر الدين الجمالي اللي أنقذ القاهرة من المجاعة. بدر الدين الجمالي ما كانش فارق معاه حسن، لكن فارق معاه أي حد يقف بينه وبين تنصيب المستعلي زوج بنته خليفة بعد موت المستنصر. انزل من على حصانك يا أرملي يا كلب. وفي الوقت اللي كان حسن بيبتدي فيه رحلته المليانة بالخوف والخطر. هتحكيه ولا نقول إنك كذاب وتمشي، ولا تكذب وأقطع رأسك؟ الخلافة لمين؟ سؤال بيؤرق خاطر مولاتي. طال العمر والأجل بمولاتي، وخايفة تبقى أم ثكلة بعد العمر ده كله، بعد موت الخليفة والوزير يلعب ببيت الخلافة. كان عمر الخيام بيبحث ويجرب عن معنى الحياة. مين أجمل، أنتي ولا صوتك؟ والوزير نظام الملك بيسعى لتثبيت السلطان الجديد على عرشه.